المدعو محمد المنتصر، لأن الزول ده الآن فتحت له القنوات كما تعلمون، وشغال في وسائل الإعلام، وهذا الرجل يجدد دين المشركين، كما أن في الأمة من يجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل يجدد دين المشركين. والعقيدة التي يدعو إليها هي عقيدة أسوأ من عقيدة أبي لهب، والله الذي لا إله غيره، أسوأ من عقيدة أبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف، لأن هذا الرجل يروج إلى أشياء ما قال بها أبو جهل. أديك مثال واحد، سئل عن مسألة أن الأولياء يخلقون مع الله، فقال بصريح العبارة: الأولياء يخلقون، وقال الدليل عليه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران عن عيسى بن مريم عليه السلام، قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم. قال: ما دام عيسى بن مريم بيخلق إذن الأولياء بيخلق. أنا ما أعرف الأولياء ديل بيقوا أنبياء ولا دي شنو، كويس؟ فعند الولي يخلق مع الله، وربنا في القرآن في أكثر من 5 آيات ربنا يقول: ولئن سألتهم، يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية الزخرف ليقولن خلقهن العزيز العليم، وآية الزخرف ذات آخر الصورة لئن سألتهم من خلقهم هم ذاتهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. يجي دلالة يقول لك الأولياء يخلقون، وفي التلفزيون يشاهدوه كم مليون سوداني وغير سوداني، وبكرة تاني يجي يعني بعد ما يقول الكلام ده يقول هذا وصلى الله على نبينا ونواصل الحلقة القادمة، يعني جاي تاني، ده مفطورة تاني يجي. أسألكم يا الله ده تاني يجي يقول الشيخ يخلق ونلتقي الحلقة القادمة، وتاني حسين خوجة اللي بجيبه، تاني يجيبه حسين خوجة اللي، وتاني يجيبه بتاع النيل الأزرق بتاع القوات المسلحة وغيره من القنوات والإذاعات. والله من أعظم الواجبات على أهل السنة في هذا البلد، من أعظم الواجبات الرد على الرجل، والله نأسم جميعا لو ما ردنا عليه، لأنه شغال بكل بساطة ويكذب كأنه البلد دي ما فيها زول عنده كتاب بتاع ابن تيمية، يجي يقول لك وهذه المسألة قالها ابن تيمية كده بس، يقول لك التوسل أو النداء بلفظية النداء، يقول لك أجازو ابن تيمية، كأنه البلد دي لا فيها زول قرأ كتاب ابن تيمية، لا فيها كتاب بتاع ابن تيمية في مكتبة، لا أول لا آخر، بس كده كذبة في الإعلام والشعب يصدق ببساطة. يا أخي ابن تيمية سجنوه في إنه المزرة دي قال ما بتجوز، سجنوه فيها في قلعة دمشق كما ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة، كويس؟ يجي مسألة عاد فيها وسجنوه فيها، يجي ده يطلع إنه بيقول بجوز بجوز عديل، يقول بجوز، فكذب ملأ الساحة السودانية كذب. ولو استمر هذا الرجل بهذه الصورة من غير رد وبيان لعاد السودان إلى عهده الأول. أنت ذول سني وبتقول تنادوا الله براو، يجدعوك بالطماطم في السوق وفي الشارع ونبذوك، يقول لك كافر عشان قلت لهم نادوا الله وما تنادوا الشيوخ، والله الذي لا إله غيره. بس الناس تقعد يا أخوانا، ما ممكن نحن نقعد نعديها زي ما قال لك شيخ مزمل واتساب، وهذا فلان اخر ظهور واخر يا اخي اخر ظهور واخر خروج بتاع شنو؟ البلد دي شغاله شرك يا اخي، في لك راسه عديل، والزول ده شغال لافي من بلد لبلد ومن اذاعه لاذاعه، لافي زي المسيح الدجال من اي محل الثاني.
والله يدق لك تليفون يقول لك الليله جانا في مدني، الحقونا جاء في مدني، الحقونا جاء في السلام، هسه بكره ماشيين السلام في محاضره في السلام، خرب البلد ده غادي خربها هني في السلام بجاي. يعني بالله قدر ما نصبح صباح تقوش عينك من النوم تلقى 30 رساله وبتاع الزول اللي جا بجاي، والحقونا هناك في العباسيه تقلي ماشوا خربوا الواطه كلها. يا اخي ذاك في العباسيه صاحبه اللي اسمه حامد ذاك، ده كمان خير ده حامد ذاك، قال لهم يجوز التبرك بالاولياء، تعالوا تبركوا بي، قال عمل لهم كده. اسالك انا كان بيجوز بتبرك بك انت يا حامد؟ قول بيجوز التبرك بالاولياء، اصل انت تبرك بيه؟ كان عدمت بتبرك بيه وانا والله زي ده، تعالوا تبركوا بي. والجامع مليان والناس مبسوطه. فعلى كل حال نحن خلاص وصلنا في اخر الماده دي في الرد عليه. الماده دي انت لو ما حضرت الدوره نزلها، بتلقى اخونا عبد الوهاب بيكون رفعها في النت، نزلها اعرف اشوفها والرد عليها عشان ينجح حلتكم تقدر تتصرف. لانه ده قلت لك طايف مع عنده 40 يوم ولا عنده كم ما عارف بالضبط، المهم يكون بالله لافف في البلد دي لحد ما الله يكتلي وريحنا منه.